وإلى العلاقات المصرية الأوروبية، حيث قال المفوض الأوروبي لسياسات الجوار يوهانس هان إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك الأول لمصر، مشيرا إلى أهمية العمل بين مصر والاتحاد الأوروبي لجذب الاستثمارات لمصر، وأن هذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء. جاء ذلك خلال لقاء المفوض الأوروبي بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، حيث تم تناول المشروعات المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والصرف الصحي والتعليم والصحة وتمكين المرأة. وينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. دكتور هشام، أهلا وسهلا بك معنا في الحياة الآن. مساء الخير، تحية لحضرتك أستاذ مشاهدي. أهلا وسهلا بك يا فندم. تابعت في البداية الخبر قبل الماضي الخاص بصندوق النقد الدولي وتقييمه لسياسات البنك المركزي المصري، كيف تابعتها؟ هو الحقيقة خلال الأشهر الماضية، وسواء كان من خلال بعثات الصندوق اللي بتأتي إلى مصر تقييم الوضع الاقتصادي بعد اتخاذ عدد مهم من خطوات الإصلاح الاقتصادي، أو ما يصدر عن مؤسسات التمويل الدولية سواء كان البنك الدولي أو صندوق النقد فيما يتعلق بأداء الاقتصاد المصري، الحقيقة كلها بتشيد بنتائج إيجابية سواء كان على مستوى السياسات المالية أو السياسات النقدية. مؤكد أنه إدارة البنك المركزي للمشهد الاقتصادي خلال الفترات الماضية قدرته على توفير قدر كبير من السيولة بالنقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي كي يلبي كافة الاحتياجات، قدرته على تدعيم صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي اللي أصبح كل شهر بيسجل رقم قياسي جديد مؤكد، ده معناه نجاح لإدارة السياسة النقدية. والحقيقة هذا النجاح هو نجاح مشترك فيما بين الحكومة والبنك المركزي. أتصور أنه مشكلة النقد الأجنبي لم تعد مشكلة في الوقت الحالي، الأمر اللي عانينا منه على مدار السنوات الماضية، مؤكد خلال الفترة القادمة نشهد بعض التخفيضات في سعر الصرف بما يترجم نتائج تحققت بالفعل من نتائج برنامج الصحة الاقتصادي، وبالتالي إشادة مسؤولين ساكن في صندوق النقد أو البنك الدولي بما تحقق حتى الآن أمر طيب للغاية، بيساعد كثيرا على اتخاذ مزيد من الخطوات اللي تدعم الموقف الاقتصادي. طيب، أيضا جملة يجب أن نقف معها من تصريحات صندوق النقد الدولي في المؤتمر الصحفي: لا يجب نسيان أن الطبقة المتوسطة ستنعم بوظائف أكثر بعد تحسن الوضع الاقتصادي، وطبعا ذكر أن هذه الطبقة المتوسطة ضحت كثيرا في الفترة الماضية مع السياسات التي اتبعت. صحيح، هو مؤكد انه خطوات برنامج الصحة الاقتصادي بتضغط على الجميع، مؤكد انه الطبقات الاقل دخلا مؤكد انها بتتحمل تكلفه صعبه لانه قدراتها على التحمل عاده بتبقى محدوده، وبالتالي الحقيقه يحسب ليه المواطن المصري، وده الحقيقه اللي دايما بيشيد بيه الرئيس فتحي السيسي انه يحسب ليه المواطن المصري قدرته على تحمل قرارات صعبه في اوقات صعبه. مؤكد انه برنامج الصحة الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره الإيجابية فيما يتعلق بتحسن مناخ الاستثمار، فيما يتعلق بقدرة مصر على جذب استثمارات، وده مؤكد أنه هيترجم خلال الفترة الحالية والقادمة في خلق مزيد من فرص العمل، زيادة مستوى الدخول، إنتاج قدر جيد من السلع، وبالتالي ينعكس إيجابيا على انخفاض. نتمنى ذلك في القريب العاجل بإذن الله. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وبعتذر لضيق الوقت. الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة.